نروح لماتش الاهلي، شفت ازاي تسجيل كهربا الهدفين وتسجيل قفشه؟ يعني الاول لازم نشيد بقفشه قوي، لان قفشه لما خد فرصه في ماتش فيه استحواذ وكولر ذكي جدا ان هو يبدا بقفشه عشان يخلق منافسه في الحته دي. ماتش طبيعته ساعدت قفشه ان هو يبقى كويس، عنده وقت على الكوره، الاهلي على طول عنده زياده عدديه في التلت الهجومي، اشتغل كويس جدا. الجول الاولاني عمله كويس جدا بتاع كهربا برضو يحسب ليه ان هو يجيب هدفين، حتى لو الماتش سهل، ولكن فضل يحاول ويحاول لغايه ما جاب جول والتاني. هي دي المنافسه لاي نادي كبير واي مدرب في نادي كبير عايزها، وعشان كده بقول لك ان ذكاء من كولر ان هو يبدا بقفشه ان هو يخلق منافسه ما بينه وما بين امام، لان ممكن يكون امام محتاج الوضع ده. أيوة. محتاج الموقف ده ان يبقى في منافسه حقيقيه ما بينه وما بين لعيب تاني، وده هنا بيبين لك ان كولر مدرب كبير، ان كولر مدرب عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. النهارده وامبارح بدايه جيده جدا للانديه المصريه. النهارده اتفرجت على جزء كبير من مباراه المصري، كسب 2-0 انيمبا، وانيمبا فرقه تقيله، وانيمبا كويسين، والمصري فرقه محترمه جدا. يعني بحيي الكابتن علي ماهر وبحيي كابتن عبد الكريم والجهاز كله ومجلس اداره المصري ان هم عاملين فرقه محترمه صحيح بامكانيات كويسه، بس معموله بذكاء. يعني بحيي بجد اداره المصري والكابتن علي ماهر ان هم شغالين بالفرقه بالشكل ده، لان انا النهارده اتفرجت على فرقه على ملعب السويس ووجود الجمهور، فرقه خطر في الكونفدراليه، فرقه تقدر ان هي توصل بعيد في الكونفدراليه. النهارده لعبوا بشخصيه كبيره جدا، لا المصري النهارده لعب بشخصيه كبيره جدا، محمود حماده ومخلوف هما الاثنين على مخلوف على الدايره، ومحمود حماده ودغموم لعيب كويس جدا، والشامي ناحيه الشمال، وميدو جابر والديفنس كويس، كريم العراقي ناحيه اليمين شغال بشكل كويس، الباك ليفت اللي كان في الجونه عمرو سعداوي كان النهارده كويس جدا، باهر وهاشم الاثنين كويسين، محمود جاد، لا المصري فرقه محترمه، وصلاح محسن، لا عندهم عاملين فرقه وفيها بدائل حلوه وبدائل كويسه تعرف تسعفه. اللي عاملها صنايع كوره بالظبط، يعني في فلوس، ما انت ممكن يبقى معاك فلوس بس ما تعرفش تعمل فرقه، ما تعرفش تعمل فرقه كويسه. لكن اللي بنى الفرقه بتاعت المصري صنايع كوره كويس، فرقه كوره فيها تنوع، وزي ما انت قلت فيها بودلة كويسين. لو جابوا لعيب نمره 6 جامد وسنتر باك تاني جامد، المصري ممكن على فكره يبقوا فرقه من الفرق اللي خطر وتوصل بعيد. سنتر باك مع هاشم وباهر، ولعيب نمره 6 تاني جامد مع مخلوف ومع محمود حماده، الفرقه كويسه جدا. بتشوف ان تصريح كولر الخاص برضا سليم، ان رضا سليم زعلان انه ما بيلعبش، شفت التصريح ده ازاي؟ لان كولر بحسه من الناس الذكيه قوي في التصريحات، طبعا بيوجه رسائل لعيبته. يعني دليل ان هو زعلان من رضا سليم، زعلان من الاتيتيود بتاعه، زعلان ممكن من اسلوب تدريبه والطريقه اللي بيتدرب بيها. وهو رضا سليم لعيب كويس جدا جدا، احنا في وقت من الاوقات كنا بنفاوضه في الزمالك، لعيب صغير في السن، وكان يعني بيأدي بشكل كويس جدا في الدوري المغربي، لكن لازم يفهم ان هو بيلعب في نادي كبير، ونادي لازم ان هو يكون في احسن حالاته كلعيب على مستوى الفردي عشان يقدر ان هو يشارك ويقدر ان هو ياخد فرصه كويسه. بينافس لعيبه كبار، بينافس حسين الشحات، بينافس طاهر، بينافس بيرسي تاو، بينافس لعيبه مركزين بشكل كبير جدا. هو لازم ما يزهقش، هو بدا بشكل كويس، اصابه بعادته، ولازم دلوقتي يكون عنده صبر ويسمع لكولر. لازم يسمع لكولر. بمناسبه اللي عمل الاسيست في الجول ده امام عاشور، هل انت لو مكان كولر تستمر بالدفع بقفشه؟ على حسب طبيعه المنافس، ده لعيب وده لعيب تاني خالص. قفشه لعيب نمره 10 صرف. ايوه لعيب نمره 10 صرف، بيسقط يستلم الكوره، عنده فيجن، بيعرف يلعب الكوره في ظهر الديفنس، بيعرف يعمل كروسات، بيعرف يشوط على الجون، لعيب نمره 10 صرف، ولعيب من اللعيبه اللي انا بشوف ان اي مدرب يحبها في فرقته. ايوه لانه عنده اخلاص كبير جدا في الشغل وبيشتغل بشكل كويس حتى في الوقت اللي هو ما بيلعبش فيه. انا متاكد ان قفشه يعني كولر بيحبه، واي مدرب يشتغل معاه بيحبه طبعا. امام لعيب مختلف، امام لعيب وهو في حالته نمره 8 وبيعرف ان هو
يعمل دريبلينج بالكوره في مسافات، ياخد مسافات كبيره يكسر بيها خطوط، بيعرف يشوط على الجون كويس جدا، وهو في حالته بيعرف يعمل كاونتر بريسنج كويس. لا بتكلم في التوقيت الحالي، لا على حسب بقى المنافس. يعني في ماتشات معينه قفشه، في ماتشات معينه امام عاشور، لكن امام لازم يعني يرجع لحالته. لازم من الناحيه النفسيه ان هو يبقى جاهز ان هو يرجع لحالته، لان هو دلوقتي في مطب صعب جدا، مطب مش سهل. يشتغل كويس وينجح كويس، يا اما هيعطل شويه. قبل ما نطلع لفاصل، بتشوف ان الزمالك والاهلي يفعلوا بند الشراء الخاص باعاره بنتايج ويحيى عطيته الله؟ يعني الاثنين اثبتوا جدارتهم. بنتايج لعيب كويس جدا، متاسس بشكل كويس جدا، وشخصيته كويسه جدا، واضافه كبيره للزمالك، لانه لعيب مختلف عن فتوح، باك ليفت مختلف تماما هتحتاجه في ماتشات كتير. ويحيى عطيه الله بصراحه لعيب كويس جدا، ولعيب بكور الثابته، وبيوصل للثلث الاخير وبيعمل كور بالعرض، وعنده فيجن، وبيتصرف في الكره كويس، وبيدافع كويس وقوي، لعيب هايل يعني. هما الاثنين لعيبه كويسين جدا.